وللحديث أكثر عن تطورات المشهد في السودان في ظل اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع بخرق الهدنة، معنا هاتفيا من إسطنبول كاتب والمحلل السياسي دكتور عبد الرحمن الخالدي، مرحبا بكم. إذا على الرغم من هذه الهدنة مدة 7 أيام، لكن الأطراف المتناحرة في السودان تتبادل القصف، هل اختار الطرفان المعادلة الصفرية في صراعهم هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لقناة الرافدين ومتابعي قناة الرافدين. في الواضح أن الطرفان ماذا لا يصران على المعادلة الصفرية رغم الخسائر الكبيرة، رغم نزيف الدماء ومئات وعشرات القتلى، مئات وآلاف الجرحى. الواضح أنه ماذا لا يصران على المعادلة الصفرية. غير قوات الدعم السريع يقول ينتهي الأمر باستسلام البرهان وتقديمه للمحاكم أو قتله، بينما قائد الجيش الفريق البرهان يقول إنه عازم على إنهاء الفصيل الآخر وإنهاء التمرد. واضح من خلال الأيام الطويلة لهذه الحرب التي دخلت في أسبوعها الثالث أنه ليس هنالك طرف قادر على هزيمة الطرف الآخر، لذلك يخشى الكثير من السودانيون من أن تستمر هذه الحرب لفترة طويلة. الآن الخرطوم مدينة أشباح هجرها الكثير من سكانها، من لم يستطع سقطت عليه الغزائف. اليوم يعني الشاعر الكبير محمد مفتاح البيتوري أرملته سقطت على البيت غير راح الضحية، وحتى لم يستطيع الناس دفنها فدفنوها في داخل مدرستها، لديها مدرسة. امرأة الشاعر الفيتوري، التدخل والضغط لإيقاف هذا الصراع. امرأة الشاعر الفيتوري، نعم، أرملت الشاعر البيتوري اليوم في مدرستها، لديها مؤسسة تربوية وصفت واحترقت بداخلها، وتم يعني حتى دفنها داخل المدرسة، لم يستطيع ذووها أن ينقلوها إلى المقبرة. فالصراع كارثي في السودان، لا بد أن تتوقف هذه الحرب. المؤسف أن هنالك الكثير من أبناء الشعب السوداني يشجعون هذه الحرب، سواء كان من مع الطرف هذا أو مع الطرف الآخر، وهذا ينهي تاريخ أمة أو تاريخ بلد، وهذا ما يريده مجيد. والآن هذا ما يريده أعداء الأمة وأعداء السودان. هل تعتقد أستاذ عبد الرحمن أن الدعوات الأممية والآلية الثلاثية لإيقاف إطلاق النار والاحتكام إلى صوت العقل هي جادة فعلا في ظل عدم طرح يعني آليات لتنفيذها؟ خطر الحرب في السودان خطر كبير جدا، ليس على السودان فقط، نعم، وليس على الشعب السوداني فقط، إنما خطر على منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا. هذا الصراع يعني صراع أكبر مما يتصورون، هذا صراع كبير. فالمجتمع الدولي، واضح أن الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية الفاعلة والتي يعني صوتها مسموع لدى أطراف الأزمة مثل المملكة العربية السعودية، يستطيعون إحداث صارخ ولو بوقف إطلاق النار. وواضح من يعني من تقريركم الذي ظهر فيه أن قائد الجيش بعث بمبعوثين أو مبعوث للخارج، واضح أنه يبحث عن الدعم. وللأسف الشديد يعني السودان لا توجد فيه حكومة، يعني لا توجد فيه حكومة منتخبة أو حكومة منطقية، يعني بفهم المنطق السياسي الموجود في السودان. طيب. هو نتاج انقلاب ونتاج لصراع بين المكون العسكري، وهذا يعني البلاد تضيع، يعني ما كنا نتوقع كل هذا، ما في حدا يتوقع ما حدث. أستاذ عبد الرحمن، يعني هناك من يرى أن الحرب في السودان ما هي إلا حرب بالوكالة وربما يطول أمدها لا سمح الله، هل تعتقد أن هناك من يحاول فعلا محاكاة المشهد الأوكراني أو السوري للأزمة السودانية، ولمصلحة من برأيك إقليميا؟
السيد الفاضل، الصراع في السودان صراع المصالح، تقاطع المصالح الدولية ليس في السودان فحسب إنما في القارة الأفريقية وفي منطقة السودان للموقع الاستراتيجي والثروات. هنالك تقاطعات بالتأكيد أشبه ب يعني هنالك الآن كلفة عالية جدا للحرب في أوكرانيا، هنالك كلفة عالية ودفعتها أوروبا وكلفة عالية تكلفتها روسيا، فمن أين تغطى هذه التكاليف؟ بالتأكيد من الموارد، من اليورانيوم، من الذهب في إفريقيا، في السودان وغير السودان، وهذا بالتأكيد تقاطع واضح. يعني ما لبثت القوى الاستعمارية منذ عشرات السنين أن تبحث أن تغطي تكاليفها من القارة الأفريقية، من ثروات هذه القارة الأفريقية. الآن السودان في صراع على الذهب، صراع على اليورانيوم، صراع على الموارد، صراع على الأراضي الزراعية، للأسف يعني صراعات إقليمية دولية حتى من دول الجوار يعني. هذا ما اللي يقود إلى هذه الصراعات في السودان يعني؟ فمن أين يأتي أطراف النزاع؟ من أين يأتي سواء كانوا منظمات سياسية أو عسكرية؟ بالتأكيد هنالك من يقف خلفهم، ولكن يعني المؤسف جدا غياب الروح الوطنية عن قيادات. هنالك في السودان أزمة قيادة يعني منذ عشرات السنين، والآن تجلت بشكل أوضح بشكل أكبر، لغياب الدور الوطني والروح الوطنية لهؤلاء الغادة صارت البلاد هي ضحية، يعني ضحية للأطماع الخارجية ول يعني وما شابه. نعم. إذن من اسطنبول كاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الخالدي، شكرا جزيلا لكم.